لما بيفتح الجرايد كده ويعني ايه بيبقى مستني نتيجه الثانويه العامه، عايز يعرف مين ده اللي طلع الاول ولا مين دي اللي طلعت الاولى على 600 700000. حقيقه حاجه، واحنا لما كنا في الثانويه العامه كان الواحد يعني ايه بيبقى داخل الامتحان نفسه بس الامتحان يجي معقول شويه عشان يعرف يجاوب على قد ما يقدر يعني، انما انه يخش امتحانات لمده 17 18 يوم ينقص نص درجه او ينقص درجه واحده، ده اكيد حاجه يعني ابداعيه وموهبه من عند ربنا وقدرات فائقه كمان معاها جد واجتهاد وتركيز واخلاص في العمل بشكل غير طبيعي، علشان شاب او شابه يكون عنده كل هذه المواد على اختلافها من لغات لرياضيات لادب لعلم لكل ده، ويكون عنده القدرة على استيعاب كل هذه المواد بنفس المستوى، وعنده قدرة كمان انه يدخل تحت هذا الضغط العصبي ويبقى قدامه ورقة امتحان وبيجاوب الاسئلة في منتهى الاتزان النفسي وبيحاول يجاوب اجابات نموذجية، بدليل ان الناس ما تبقاش قادرة تطلع نص درجة غلط، يعني نص درجة الناقصة دي موضوع تعبير في بلاغة لكن هوش مادة فيها حاجة حقيقية. صحيح مؤسسة دار التحرير الحقيقة، وأنا بحيي القصة دي جدا يعني، أنا من أيام ما كنت في ثانوية عامة من يجي 30-35 سنة والرحلة دي موجودة، وكنا بنبص للناس دي زمان لأن كانتش حاجة سهلة قوي إن في وقتنا يعني في السبعينات وأوائل الثمانينات إن حاجة سهلة إن الشاب يطلع ويقدم عشان ياخد فيزا ويروح أوروبا ويقعد هناك ويقعد فترة طويلة هناك، ده كانش موضوع سهل، وكانت من الحاجات المهمه جدا ان احنا بنشوف يعني جريده، واحنا ايام واحنا صغيرين كانت الجمهوريه هي الجريده تقريبا الرياضيه الاولى في مصر، فكل نتائج المباراه واخبارها وتشكيل الفريق ومين هيعمل ايه وجدول الترتيب كل ده في جريده الجمهوريه واصدارات جريده الجمهوريه. احنا يا جماعه عندنا مسابقه كمان اسمها مسابقه ابداع، المسابقه دي كلها ابداع، انتوا داخلين دلوقتي جامعات كلكم طبعا هتبقوا ما بين كليه الطب وكليه الهندسه سياسه اقتصاد اعلام صيدله، يعني معظمكم هيبقى في هذه الكليات، لكن هتبتدوا من بدايه شهر سبتمبر الجاي او اكتوبر وقت بدايه الدراسه تبقوا طلبه كليات، واحنا بنعمل مسابقه ابداع ديت ما بين الجامعات المصريه كلها والجامعات الخاصه، وبيشوف فيها مين الطلبه المبدعين، وانا متاكد انكم هتشاركوا من دلوقتي من بدايه دخولكم الجامعه في هذه المسابقه الكبيرة. المسابقة الكبيرة دلوقتي حتى الآن معانا ليها حوالي 35 مليون جنيه، ده اللي احنا رصدينه دلوقتي بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي وبعض الشركات الأخرى.